اعتقد انا كل شيء متاح للخاصة والمفروض يكون هناك اذا كان دور للحكومه وهو التنظيم وهو انما كل الامور يجب ان تكون بيد القطاع الخاص وهذا ما تحذو ما تحذو يعني له الدوله والفكر الموجود الان بان تكون هذه الامور تؤول للقطاع الخاص ويكون دور الحكومه هو دور منظم فقط